تلعب الكرة العقيل في الجهة اليمنى، البيشي يطلب على اليمين، موجودة المساحة البيشي خاصة طريقة 3-5-2 خلف الظهير. الله الله يا بيشي، الله 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 يا عناب ستار، الله الله على هذا الأداء المميز. البيشي يخترق ويهدي أفضل أسيست لمجرشي، لمجرشي عناب ستير. عناب ستير يقدم مباراة رائعة، مباراة رائعة. روبن مع الفريق، أريان روبن الهولندي موجود بأداء عبد العزيز البيشي، قلتها مع بدايته في الشباب وماني غلطان، هذا الروماني يفجر امكانيات عبد العزيز البيشي ما شاء الله. شوف الاختراق في طريقه 3-5-2، هذا افضل مكان تتحرك فيه، شوف الجراءه، شوف التحرك. البيشي تفضل تفضل يا مجرشي، الكره على طابق، الله على المهاره، الله على المهاره كيف يتعامل بقدمه اليسرى. الهدف سجل عبد العزيز البيشي في الساعه بالتاكيد مكتوب محمد مجرشي، سيتناقل اسم محمد مجرشي، لكن البيشي سوى ثلاث ارباع الجهد في هذا الهدف، ما شاء الله تبارك الله يا بيشي.